بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بجمهورية مصر العربية، الشعبة العلمي علم علوم وعلم رياضة، دور يوليو 2021، اللي هو الجدول النهائي. هتبدأ السبت 10/7/2021. هيبقى لغة عربية لكلا الشعبتين، علم علوم وعلمي رياضة. هتبقى 3 ساعات من الساعة 10 للساعة 1. يوم الاثنين يبقى لحد كده اجازة، يعني هتمتحن فيه ادبي. يوم الاثنين اللي هو 12/7 برضو من 10 ل 12، يبقى دي ساعتين بس هتمتحن اللغة التانية اللي هي فرنسي او اسباني او ايطالي او الماني، على حسب برضو للشعبتين علوم ورياضة. يوم الاربع اللي هو 14، يعني الثلاث برضو هيبقى ريست، ساعتين بس برضو الرياضات البحتة جبر وهندسة فراغية لشعبة رياضة فقط. الأسبوع الثاني هيبدأ من 17/7 السبت، 3 ساعات الكيمياء للشعبتين علوم ورياضة. هناخد أجازة عيد الأضحى بقى من 19/7 لحد 23/7. تبدأ الأسبوع الثالث السبت 24/7 مادة الفيزياء، 3 ساعات للشعبتين برضو علمي علوم وعلمي رياضة. لحد ريست الاثنين 26/7 هيبقى مادة 3 ساعات الانجليزي لكل الشعبتين علوم ورياضة. الاربع بقى 28 في الاسبوع الثالث مادة ساعتين رياضات تطبيقية ديناميكا لشعبة رياضة فقط، الازرق رياضة فقط والابيض للشعبتين. السبت بقى هيبقى هتمتحنوا مادتين اللي هو 31/7، هتمتحنوا من الساعة 10 للساعة 1 3 ساعات. هتبقى الأحياء لشعبة علوم، ومن الساعة 10 للساعة 12 ساعتين بس استاتيكا لشعبة رياضة. كل شعبة تمتحن حاجة مختلفة عن التانية. آخر يوم، يوم الاثنين اللي هو 2/8، برضو العلوم هيمتحن جيولوجيا وهيبقى 3 ساعات، والرياضة هيمتحنوا تفاضل وتكامل وهيبقى 2 ساعات بس. بعدين قال يمكن حضور الطلاب لمقر اللجان من الساعة 9 صباحا لاتخاذ الإجراءات الاحترازية، ومن 9 يعني قبلها بساعة يعني. وطبعا مضى عليه ونائب وأحمد ورضا حجازي وطارق شوقي وكله إيه ماضي. أما بالنسبة لشعبة أدبي فهيبتدوا في اليوم اللي كان ريست في علمي اللي هو الحد والثلاث والخميس، فالحد 11/7 هيمتحنوا عربي 3 ساعات، قلنا العربي هيختلف، هيبقى امتحانين، واحد لعلم وواحد لادبي، وياخدوا الاثنين ريست، وياخدوا الثلاث 13/7 يمتحنوا فيه اللغه الثانيه ساعتين بس، وبعدين جغرافيا 3 ساعات يوم الخميس. الاسبوع اللي بعده ياخدوا فيه الحد بس لان الاثنين العيد، هيمتحنوا فلسفه ومنطق 3 ساعات، وياخدوا الاجازه برضو لحد 23. ويبدأوا في الأسبوع الثالث الحد ياخدوا التاريخ 3 ساعات، وبعدين الثلاث ياخدوا علم النفس 3 ساعات، وأخيرا إنجليزي 3 ساعات، ونفس الإمضاءات ونفس الحاجات. توفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.